عقد المجلس الوطني الاتحادي في مقره بالعاصمة أبوظبي صباح اليوم وبرئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس جلسته 15 من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي 16. ناقش خلالها المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن الأرشيف الوطني ومشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل. كان لنا سؤالين خلال هذه الجلسة، سؤال موجه إلى سيدي سمو الشيخ سيد بن زايد حول الحمولة والأوزان المحورية على الشارع. هذا السؤال يختص بهيئة المنافذ البرية حسب التوجيه اللي جانا من سيدي سمو الشيخ سيف. هناك الشوارع وما شاء الله الحمولة الزايدة عليها يعني دائما تستهلك عمرها الافتراضي، فيكون هناك محطات لقياس هذه الأوزان مهم جدا، وهو فعلا معمول فيه إن شاء الله تعالى في محطات على الشوارع بامتدادها الاتحادية. بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو خاص بنقل الركاب لغير الأشخاص المرخص بهم، هناك سيارات موجودة يقودها بعض الأشخاص الغير مرخص لهم بنقل الركاب. كما وجهت سعادتنا مع عبد الله الشرهان سؤالا بشأن أمن وسلامة الأطفال داخل المركبات. طرحت اليوم سؤالين، سؤال موجه لسمو الشيخ سيف بن زايد حول أمن الأطفال داخل المركبات والحافلات، والسؤال الثاني موجه إلى معالي شم المزروعية وزيرة الشباب حول ما هي الخطط والبرامج التي تنهجها الوزارة لحماية المراهقين اللي هم تحت سن 18. طبعا جاءني رد الكتابي بالنسبة لسمو الشيخ سيف بن زايد، ورد حقيقة يعني فيه مبادرات وآليات حثيثة من الوزارة، وكان في أيضا رد من معاليها واكتفيت بالردين، لكن كان يعني كانت عندي أماني كثيرة بالنسبة للسؤالين لأن أعتقد من الأسئلة المهمة جدا. ووجه سعادة سعيد صالح الرميثي سؤالا إلى معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول تنظيم العلامات التجارية العاملة في قطاع الاتصالات. كما وأحيط المجلس علما في جلسته 15 ببيان المجلس الوطني الصادر بمناسبة الذكرى 41 لتوحيد القوات المسلحة، واطلع على رسالة صادرة للحكومة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة. كما ناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول توصيات موضوع حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري. كما صادق المجلس على مضابط جلساته الثانية 11 والثالثة عشر والرابعة عشر المعقودة خلال شهر إبريل الماضي ومايو الجاري.